هذا القرن صعب علينا من البدو ورحنا للمدينة نادي العيش مرار علينا غنيا ورجعنا مساكينة مصروفي غالي بزاف وانا يا معمر زعف نرقد في ليلي هتراوف وعلى الخبزة تعبانينا نجرينا من عجل الخبزة إذا عدتني جات عزيزة بالحكمة ولا بالدبزة ولازم نشريها بالحيلة يا سيادي واجزاء العجبة لي عجبة معتها عجبة أفهم تشريها النوبة ذا قرن الواحد وعشرين في داري يا معز وجاو الذراري ما تسمع غير هاكم ضاري كلمة هد من ممنوعين زادت صارت هذا الغلطة يا صرفت نسيت البطاطا عليها وقعت تسماطة وعليها تكسروا المواعين جيب السميد وجيب الزيت غير بالعاني نقول نسيت كل يوم نجري في الحوانيت وخارني معمر بالدين هاي الليل يا قلت لهذا كل معاشي الشهر طوال ما تماشي البطاطا ما تفرشي وعليها ننوض جوارينا يا سيادي واش ذا العجبة لي عجبة معتها عجبة ما فهمتش في هذا النوبة ذا قرن الواحد وعشرين شوف اجمع شوف هذا يطيب هذا يقلي يعلي الفريد زاد خبالي البطاطا الزيت غالي به نكمل يا مسكينة انت دبر راسك اشريها كالناس مثالك كما داروا كل اقرانك بالحاضر ولا بالدين حوجي حوجي على البطاطا وعليها ننوض جوارينا زادت هتفت هذا الغلطة صرفت نسيت البطاطا عليها وقعت تسماطة وعليها تكسروا المواعين حوجي حوجي على البطاطا وعليها نوضوا الجويرين يا زيد القهوة والسكر أراك قبالي تتمسخر بالصاشيات غير نعمر ما طقتش يا مسلمين أسيادي واجتاذ العجبة دي عجبة معتها عجبة ما فهمتش في هذا النوبة ذا قرن الواحد وعشرين راهم فرغوا قاع جيوبي وانا يا نسكن في قربي فهن عالج يا احبابي ذا القصة فيها تبيين حوجي حوجي على البطاطا وعليها تكسروا المواعين سيادي واش تاذ العجبة دي عجبة معتها عجبة ما فهمتش في هذا النوبة ذا قرن الواحد وعشرين حوجي حوجي على البطاطا وعليها ننوض الجويرين هذا القرن صعب علينا من البدو ورحنا للمدينة زاد العيش مرار علينا وغنيا ورجعنا مساكين
وجاو الذريري ما تسمع غير هاد مضاري كلمة هاك من الممنوعين وهي حين نصر الدين و تثبت هذا الغلطة أصراف تنسيت البطاطا عليها وقعت تسماطة وعليها تكسروا المواطن